أهلا بحضراتكم معانا وحلقة جديدة من فيكيبيديا، ووصفتنا النهاردة محلية بمعنى مذاقات عالمية ومكونات محلية. احنا هنركز النهاردة على الأسلوب علشان الأكلات المحلية في قائمة أكلات المطاعم رقم واحد. أول حاجة عندي هي صدور الفراخ المخلية، ودلوقتي هنبتدي مع بعض نتبل الفراخ بتاعتنا. وعشان نعمل التتبيلة هنجيب توم، وكمان شوية شطة، شوية ملح، هايل، وبعد كده هنعصر ليمونة عليهم، ودلوقتي هنضيف شوية أعشاب. أول حاجة معانا شوية إكليل الجبل وشوية زعتر صغيرين، ونحط كمان زيتون اسود، ماشي؟ وهو بنحطه قدامكم الزيتون الاسود اهو، وبعدين شويه زيت وشويه ملح، وبعدين نضربهم مع بعض في الخلاط. وكده خلاص تتبيله الزيتون والثوم واكليل الجبل بقت جاهزه، وبعدين نحطها على الفراخ بتاعتنا علشان تتبل، ولازم نوزعها كويس بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنسيبها في التتبيلة ونحطها في التلاجة. كويس؟ نروح بقى نحطها في التلاجة. ودلوقتي يلا علشان نحط اللمسة بتاعتنا في الوصفة، وهي واحدة خس ملفوفة بالشكل ده، ماشي؟ وهي بتعمل طعم جميل قوي. وهنقطعها. أنا دايماً بحب أقطعها بإيديا. أهلا بيكم مرة تانية، ويلا نكمل الحلقة بتاعتنا. كلنا شفنا الوصفة الأولى قد إيه كانت سهلة ومليانة كمان حاجات مفيدة جدا. ودلوقتي مع الوصفة التانية، إحنا هنعمل طبق سمك بالجنزبيل والزبيب المتقطع. أول حاجة هنعملها إحنا هنحضر التتبيلة. هنجيب شوية زبيب ونحطهم في الخلاط، وكمان جنزبيل، ماشي، ونقطعه ونحطه برضو، ونجيب فلفل أخضر ومعاه معلقة كبيرة من العسل، ونحط كمان شوية ريحان أخضر مع شوية ثوم أخضر وشوية ملح، وهنضيف كمان عصير ليمون، وبعدين شوية زيت. ودلوقتي هنضربهم كلهم في الخلاط. خلصنا. شايفين اللون بتاعها؟ وبصراحة كل ما كان لونها أخضر حلو كده، كل ما كان الطعم بتاعها تحفة. يلا نتبل السمك، وهنحط التتبيلة على الوش كده، والباقي هنحطه في الطبق، وبعدين هنشيلهم في التلاجة. أجمل حاجة في خلطتنا إنها سهلة قوي، وإنها معمولة كلها بمكونات طبيعية.